تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. بالفعل زملائي الأعزاء، يتواصل حتى الآن الإقبال الكبير من قبل زوار المعرض منذ أن فتح أبوابه في تمام 10 صباحا، ويستمر اليوم حتى 8 مساء. هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. هناك 5 صالات كبرى هنا في أرض المعارض في منطقة التجمع، حيث يشارك نحو 1063 ناشر وعارضا من 51 دولة. هذا بالإضافة إلى أن اليونان هي ضيف شرف المعرض هذا العام. هذا إضافة أيضا زملائي إلى الندوات والفعاليات الثقافية الكثيرة. نحن نتحدث عن 10 قاعات كبرى أيضا فيها فعاليات ثقافية متتالية منذ بداية اليوم وحتى نهايته. ومن بين الندوات والفعاليات الثقافية التي أقيمت اليوم، كانت هناك في القاعة الرئيسية ندوة عن الكاتب الراحل عبد التواب يوسف مترجما، وهو شخصية المعرض للطفل هذا العام. وأشير في هذه النقطة إلى أن الصالة رقم 5 مخصصة بالكامل لفعاليات للأطفال وكتب للأطفال، فضلا عن جائزة المبدع الصغير. من بين أيضا الندوات والفعاليات الثقافية التي شهدناها اليوم على مدار اليوم السادس من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأبين لرموز الثقافة المصرية، وكان على رأسهم الدكتور جابر عصفور، وكذلك الدكتور شاكر عبد الحميد، والدكتور فوزي فهمي. هناك إقبال كبير أيضا من قبل المثقفين ورجال الثقافة في مصر والوطن العربي على حضور هذه الفعاليات الثقافية النخبوية هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك أيضا ندوات نوعية، نتحدث عن ندوة الاستثمار الرياضي ومستقبل مصر 2030، وشارك فيها أيضا نخبة من نجوم الرياضة المصرية، فضلا عن ندوات فنية عن عدد من الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فضلا أيضا عن ندوات خاصة بالروايات والمسرحيات المعروضة هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إجمالا إقبال كبير حتى الآن. أمس أعلنت الإدارة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن عدد الزائرين وصل يوم أمس فقط إلى 46,000 زائر، وبالتالي في الأسبوع الأول نتحدث عن أكثر من 400,000 زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا فضلا عن أن الدولة أيضا وفرت مركبات وحافلات لنقل الزائرين من وإلى معرض الكتاب. هناك خطوط لأوتوبيسات النقل العام من كافة أنحاء محافظات أو محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، تقوم بتوصيل الزائرين للمعرض من وإلى العديد من الأماكن، وكل هذه الخطوط موجودة بالتفصيل على المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. نتابعه معكم حتى نهاية يوم 7 من فبراير الجاري بإذن الله. إليكم زملائي في الاستوديو.